انطلاقا من روابط الأخوة بين شعبي البلدين وتأكيدا لأهمية التاريخ المشترك واستكمالا لتطوير العلاقات بين الكويت ومصر وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما، عقد الملتقى الأول للتعاون المصري الكويتي. هناك شراكات كبيرة سواء كانت بنوك، بالصناعة، بالمجالات المختلفة، ما هناك عدد كبير من الشركات الكويتية تستثمر في مصر، وكذلك أيضا هناك بعض الشركات المصرية لديها استثمارات بالكويت. بلا شك هذا التطوير الاقتصادي والاستثماري ما بين الكويت ومصر هو سوف يعني ينعكس بين العلاقات الثنائية بين البلدين. شركاء أشقاء هو شعار الملتقى الذي يهدف لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في المجالات الاقتصادية، بما يساهم في تجاوز العقبات وتشجيع الاستثمارات. الإصلاح الاقتصادي اللي تم في مصر والإصلاح المالي والإجراءات الشاملة الكاملة في الأربع سنين اللي فاتت هي الحقيقة بتشجع أي حد، لكن بالنسبة للكويتيين زي ما قلت هم لهم وضع خاص، يعني فهم أصحاب بلد، لكن كلنا الوضع الحمد لله أحسن. اللي احنا بنفكر فيه دلوقتي أو اللي احنا عايزين نتكلم فيه اللي هو التكامل والمشاركة والتعاون أكثر، وإن احنا إزاي نشوف أعمال جديدة مشتركة صناعية، إزاي ننطلق سويا من مناطقنا الإقليمية إن احنا نخش بعض المناطق الجديدة. واقع مبشر في البلدين الشقيقين ومستقبل واعد لتحقيق الطموحات الاستثمارية وتطوير التبادلات التجارية هو أكثر ما ركز عليه الملتقى الذي شارك فيه عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمستثمرين ورجال الأعمال. الملتقى يهدف لدعم التعاون الاقتصادي في مسعى لتحقيق الالتزام التنموي الذي يعد حجر الأساس في الالتزام السياسي للقادة بتحقيق الأمن الاجتماعي للشعبين المصري والكويتي. سناء الوسلاتي، تلفزيون دولة الكويت.